هذا من القصور القديمة جدا وسط وسط المدينة، ما أدري إيش اسمه لكن وسط المدينة من القصور القديمة. جنب اللوحة فيها طريق وادي وجل، مزغدية، حارة فوق مسجد عبد العباس، برحة العباس، باب الريع، قريب الباب الريع هو القصر هذا. نحاول ما أمكننا نقرب عشان نصور الناحية. رائع، مدينتي أجمل. أنا عادي نمشي من هناك ونمشي للسور، من السور التاريخي، نصور الدائرة هنا. هذاك القصر هناك، القصر قديم لكن مسكر مسدود، يبغاله يترمم صراحة ويتنظف. وهذا ما أدري إيش اسم القصر هذا، لكن جنب باب الريح أكيد مذكور في الجوجل. هنا تمشي الباب الريح، هذاك باب الريح هناك، باب الريح هناك آخر الشارع، هذا هو قريب عند آخر الشارع هناك باب الريح. وين دخلت السيارة؟ هذاك باب الريع، ندخل منه. Take the next right, then turn right. احنا الحين حنشوف السور التاريخي هنا، سور طايف التاريخي. انه هذا باب الريع، هذا باب الريع، السور التاريخي هناك هو هذا، بنوا فيه. Take the next right, then your destination will be on the left. On the left. هذا السور التاريخي هو هذا. هو طبعا بقايا السور، هذه بقايا السور الحجار، وهذا بقايا السور التاريخي هو هذا. شوي لغيت هناك، صاروا بنوا فيه الناس، بنت بيوت وهذا. السور. Your destination is on the left. هنا بقايا السور واضحة، واضحة هنا البيوت هنا، هاي هذا بقايا السور التاريخي للطائف، هذا السور التاريخي هو هذا، يعني البقايا متاعه هي هذه. ما عندك أي حاجة تشوفها إلا هادشي، انكسر واندثر. هذه بقايا السور، يوم السور التاريخي نشوف القلعة هذه، نشوفها من الناحية الثانية بس عشان للمعلومة. السور التاريخي معلقين عليه لوحة الآثار، اللي هي مؤسسة التراث الثقافي هذا، يعني الناس بنت هنا يا باركينج الأخير، كانت قلعة. إذن هذا هو الطائف القديم، حتى هذه هي الطائف القديم، هذه المدينة. وقف سيارته هذا هنا، هذه القلعة، سكونها شو هذا الخشب، خشب لي تاريخ، ليه تاريخ. هذا يشهد عن زيارة الرسول للطائف. السور التاريخي مبني بالطين، حجر وطين،
اللي ورا السور هذا كله حديث جديد. هنا الطايف القديم، هنا الطايف القديم. هذا السور رايح لا هناك باب الريع، وهذا السور من هناك جاي لغاية هنا. هذا السور بقايا حقته، السور التاريخي يبدأ قد فيه القلعة هذه وخلاص، بس هي اللي قد تاريخية، ما الباقي كله مشي اندثر مع الرياح والتعرية. وهذا هذه فقط القلعة احنا شفناها ولله المن والحمد. هذا السور شوف، نشوفها من ناحية هذه. هذه القلعة كلتيرال هيريتاج، التراث الثقافي. هذه القلعة لما تشوف الأودية الموجودة والسدود الموجودة بالطائف تعرف أن الطائف كانت حديقة أو جنة، كان فيها مزارع. ولما تشوف زي الأمطار متاع أمس تعرف تعرية إيش تسوي في المباني، علما أن المباني القديمة لها عمر، أما المباني الحديثة 30 سنة والسلام عليكم. المباني القديمة مئات السنين، مئات السنين. لهذا الطائف كان زاخر بالأودية، الحين عنده السدود المعترف به 25 سد، لكن فيه 70 سد. والأودية يعلم الله أسماءها مختلفة، وقالك تتعرف على الأشخاص اللي عايشين في الوادي أو هذا يعرفوك على السد.